أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق مؤتمر الأطراف كوب 28 هنا في دبي. ما يشغل العالم اليوم هو توفير حلول ملموسة لمساعدة المجتمعات على التكيف مع تداعيات تغير المناخ وإدارة الآثار المناخية المتزايدة. مضت 7 سنوات منذ اعتماد اتفاق باريس ولم يتبقى سوى 7 سنوات حتى العام 2030. 7 سنوات هي الفترة المتبقية لخفض الانبعاثات بنسبة 43% والحفاظ على طموحات اتفاقية باريس. هم كل الأطراف اليوم هو الوصول إلى توافق لتحويل النصوص المتفق عليها في المفاوضات إلى إجراءات واقعية ملموسة. كوب 28 موعد حاسم في مخاوف العالم وفي طموحاته للكوكب. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم واحد، وفيها إنوفا فاعل إقليمي في مجال الطاقة والتقنيات بآليات صديقة للبيئة، وأيضا تونس ستشارك في كوب 28 بملف مليء بالتحديات البيئية والمناخية. تابعوني بعد الفاصل، أنا رمزي حفيظ من تونس. لكن البداية ستكون مع السيد جيروم أوشاخ، مدير أول بالمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، فيها أهداف كثيرة بطموحات كبيرة. بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد. تركز المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على تعزيز أسس التعاون بين دول العالم في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتمويل ومواكبة أفضل الممارسات البيئية المتابعة عالميا. عن جهودها في نشر وترسيخ وتشجيع ثقافة الاقتصاد الأخضر استضيف السيد جيروم أوشير، مدير أول بالمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. مرحبا بك معنا سيد جيروم. ربما السؤال الأول الذي يرغب المشاهدون في فهمه هو كيف يمكنك تعريف الاقتصاد الأخضر وما هو دور منظمتكم في تحقيقه؟ شكرا لك نوفر على استضافتي. الاقتصاد الأخضر هو نموذج تنموي يركز على الاستدامة والممارسات منخفضة الكربون والتكيف مع التغير المناخي. انبثقت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ريو 20 بلس لدعم الإجراءات العالمية نحو هذا النموذج الذي يربط التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات لتعزيز الاقتصاد الأخضر في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. نعم، يعني كيف تقومون بذلك؟ يعني كيف تساهم المنظمة في تعزيز الاستدامة والأهداف البيئية؟ تعمل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على تعزيز الاستدامة والأهداف البيئية على مستوى العالم من خلال مبادرات مثل التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر الذي تم إطلاقه في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في عام 2022. إن التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر الذي ترأسه دولة الإمارات والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر يركزون جهودهم على بناء قدرات البلدان في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المساعدة التقنية والتكنولوجية فضلا عن تعزيز التعاون الدولي. وكم عدد الدول المشاركة في هذا التحالف حتى الآن؟ لدينا حتى اليوم 84 دولة و84 وزيرا للبيئة وتغير المناخ والطاقة انضموا إلى التحالف، ولذا فهو إنجاز كبير. فعلا هو تشكل التحالف في وقت قصير ولديكم أرقام رائعة. أخبرنا من هم شركاؤكم إلى جانب الدول الأعضاء، من هم شركاؤكم في تعزيز الاقتصاد الأخضر؟ حسنا، لدينا العديد من الشركاء. لدينا شركاء استراتيجيون في المنظمة، من بينهم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بالمناخ هي واحدة من شركائنا الاستراتيجيين. وأنشأنا أول مركز تعاون إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جنوب آسيا يغطي 30 دولة. نحن أيضا نستضيفهم في مقرنا، ولدينا أيضا شراكة مع الاتفاق العالمي، الاتفاق العالمي للأمم المتحدة المسؤول عن تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، ونحن محظوظون أيضا لوجودهم في مقرنا. نحن نشارك في عدة مبادرات مثل الاعتماد الدولي للاقتصاد الأخضر، ولذا فإننا نعمل مع مختلف الشركاء على بناء القدرات وتطوير السياسات إضافة إلى تسهيل الابتكار ونقل التكنولوجيا.
نعم، وسيد جيروم، هل لديكم أمثلة مبادرات تعملون عليها حاليا تفخرون بها حقا لابد من أن يعرفها المشاهد؟ عملنا مؤخرا على سبيل المثال على ورقة بيضاء سنطلقها في كوب 28 حول التحول العادل. هذا منشور تم إطلاقه مع HSBC وأكسنتشر، ولذا سندعو الجميع للحضور إلى جناحنا لاكتشاف نتائج هذه الورقة البيضاء. ولكن في كوب 28 لدينا أكثر من 20 عضوا وشريكا سينضمون إلينا طوال المؤتمر لتعزيز الحوار حول الإجراءات المناخية، مثل أمازون شريكنا في التكنولوجيا الخضراء أو HSBC شريكنا في التمويل الأخضر. جيروم، بما أنك تحدثت عن كوب 28، ما هي الأنشطة التي ستقومون بها بالضبط؟ كيف ستكون مشاركتكم في مؤتمر الأطراف؟ حسنا، في كوب 28 بما أننا منظمة معتمدة من الأمم المتحدة فسيكون لدينا جناح في المنطقة الزرقاء. لقد صممنا 12 يوما من الأنشطة والبرامج نغطي فيها العديد من الموضوعات تنطلق بعد الافتتاح الرسمي، وتتراوح موضوعاتها من الاقتصاد الدائري إلى تجارة التجزئة الخضراء والحفاظ على الطبيعة والتمويل الأخضر والتكنولوجيا الخضراء والنقل وسلسلة التوريد المستدامة. نحن نغطي الكثير من الموضوعات، ولدينا الكثير من حلقات النقاش مع جميع شركائنا وأعضائنا. أعتقد أنك وأننا كلنا سنكون مشغولون جدا خلال مؤتمر الأطراف، لذلك أود أن أقوم بزيارة لجناحكم على أكيد. شكرا جزيلا لك جيروم أوشير، مدير أول في منظمة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. شكرا لك على هذه المقابلة. شكرا. تعتبر إنوفا شركة إقليمية رائدة في مجال الطاقة والخدمات التقنية المتعددة، تقدم خدمات شاملة لعملائها وتوفر حلولا لإدارة الطاقة والمرافق ومساعدة العملاء في تحقيق أهدافهم التشغيلية والبيئية. عن ماهية عمل إنوفا وأدوارها ينضم إلينا السيد رونو كابخي، رئيس التنفيذي للشركة. سيد رونو، مرحبا بك معنا. ما هي إنوفا وما هو دورها؟ Alors Innova a été créée en 2002. C'est une joint venture entre Majid Al-Futtaim. تم إنشاء إنوفا في عام 2002، وهي مشروع مشترك بين ماجد الفطيم وفيوليا. وكان هدف إنوفا عند إنشائها هو الإشراف على المرافق التقنية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم ومراكز التسوق والفنادق التابعة لها. ومع مرور الوقت قررت الشركة التوسع، وإلى جانب مجموعة ماجد الفطيم فإن إنوفا هي شركة تمثل 5000 شخص في 8 دول. ويتمثل العمل الأساسي لإنوفا في العناية بالمنشآت التقنية لعملائها والحفاظ عليها، وبالأساس إدارة كفاءة الطاقة لعملائنا وتقليل بصمتهم الكربونية. لذلك دورنا هو أن نساعد العميل على استهلاك أقل قدر ممكن من الطاقة، وللقيام بذلك لدينا مهنيون في هذا المجال، مهندسون وتقنيون، ولدينا أيضا أدوات رقمية تدعم كفاءة الطاقة. وبالطبع فخرنا الكبير هو مركز المراقبة المسمى أبجريد. إنها أداة طورتها فيوليا ويتم تنفيذها على نطاق واسع في العديد من المناطق الجغرافية حول العالم. نحن محظوظون لوجود هذه الأداة في دبي للتحكم في استهلاك عملائنا للطاقة. نعم، وما هي القطاعات سيد غنو التي يمكن أن تستخدم حلول الاستدامة التي تقدمونها؟ لدينا مجموعة واسعة من العملاء التي تضم المطارات والمستشفيات والفنادق ومراكز التسوق، ولدينا أيضا مباني صناعية. وطالما أن هناك استهلاكا للطاقة في المباني، سواء كانت مكاتب أو ملاعب أو غيرها، فإنها بالنسبة لنا مواتية تماما لتدابير توفير الطاقة. على سبيل المثال حققنا خفضا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع المباني التي نديرها بنحو 500 ألف طن. نعم، طيب أنتم فخورون بهذا الإنجاز، ما هي إنجازاتكم الأخرى في المنطقة سيد غنو؟ الحد من ثاني أكسيد الكربون هو هدفنا الرئيسي. هذه هي مهمتنا الأولى. يحاول مديرو المباني الحفاظ على بصمتهم الكربونية منخفضة قدر الإمكان.
لكننا نحاول أيضا، وهذا مهم بالنسبة لنا كشركة تابعة لمجموعة فيوليا، وهي تقليل استهلاك المياه. وعلى هذا النحو أسهمنا في توفير نحو 7 ملايين متر مكعب من المياه لعملائنا. نعم، وهذا أيضا شيء نفتخر به جدا. نحن نخفض استهلاك الكهرباء ونقلل أيضا من استهلاك المياه، وهذا يترجم أيضا إلى توفير ملايين الدراهم لعملائنا. لدينا نحو 400 مليون درهم من التوفير المتعلق إما بالمياه أو الكهرباء الموفرة. وعلى سبيل المثال، نعم، هذا التوفير يعادل تقريبا إخراج أكثر من 100,000 سيارة من الطرقات لمدة عام. رائع. هذه إذن أرقام مهمة جدا. نعم. إنها تعادل 8 ملايين شجرة على مدى 10 سنوات. هذه أمثلة يقدرها كل شخص في رأيي. وزيد رنو، هذا مفيد لعملائكم، ولكن أكيد أنه مفيد جدا بالنسبة للبيئة. ما هي طموحاتكم وخططكم المستقبلية، وكيف ستكون مشاركتكم في كوب 28؟ نحن نركز على البلدان الثمانية التي نعمل فيها. لدينا بالفعل الكثير للقيام به، سواء في دولة الإمارات أو في المملكة العربية السعودية أو تركيا أو مصر. أمامنا الكثير من العمل، لذلك في الوقت الحالي أود أن أقول إن هدفنا الرئيسي هو أن تدمج جميع عقودنا هذا النموذج الذي يجمع بين الكفاءة التشغيلية للمرافق وتحسين الطاقة المستهلكة. وبالنسبة لنا فإن كوب 28 مناسبة مهمة جدا، وهو المكان الذي سنعلن فيه أيضا عن الأمور المهمة بالنسبة لنا، أو ما نسميه مركز هب أبجريد، أي مركز المراقبة الرقمي الخاص بنا لدعم كفاءة الطاقة، والذي كان مخصصا فقط للعملاء الذين نتولى إدارة مرافقهم وصيانتها. اليوم قررنا الاستثمار أكثر في رقمنة هذه الأداة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا قررنا إنشاء خدمة أوسع بكثير، لن تكون مخصصة لعملائنا فقط، بل أيضا لعملاء آخرون لا يكون لدى إنوفا وجود مباشر عندهم. نعم، لكنها تقدم لهم الدعم. نعم، هذه علاقة ستركز على ثقة العملاء. إنها خدمة جديدة وغير تدخلية، لا يوجد في هذه الخدمة أشخاص لدى العميل. إنها خدمة مرنة، وبالتالي ستتيح لجميع العملاء الذين لديهم اهتمام بتقليص بصمتهم الكربونية بالاشتراك فيها، وهي تسمى بالإنجليزية Upgrade as a Service. نعم، إنها حقا خدمة دعم سيتم تقديمها الآن على نطاق أوسع جدا لجميع العملاء المهتمين بهذه الخدمة، وبشكل أكثر تحديدا بمناسبة كوب 28. لقد أنشأنا أيضا تطبيقا يسمى ماي كربون فوتبرينت، والذي سيساعد العملاء على حساب تأثيرهم الكربوني، وسنقدم أيضا نصائح وإرشادات لتقليل بصمتهم الكربونية. شكرا جزيلا لك سيد غنور كابري، رئيس تنفيذي لشركة إنوفا. كل هذه المعطيات والمعلومات، أتمنى لكم طبعا كل التوفيق. بعد الفاصل، تونس ستشارك في كوب 28 بملف مليء بالتحديات البيئية والمناخية، ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. في وضع غير مسبوق منذ عقود تعيش تونس جفافا حادا بسبب ندرة الأمطار وقوة وطأة الجفاف. تداعيات التغير المناخي فاقمت من مشكل المياه وضربت الغابات وأثرت على عديد مناحي الحياة في كل أرجاء البلاد. تقرير في الموضوع لمراسلنا رمزي حفيد من تونس. يسقط البلاستيك، بهذه العبارة المحفزة انطلق هؤلاء التلاميذ لتنظيف شاطئ مدينة رفراف بمحافظة بنزرت التونسية. هذا الشاطئ هو عينة من تلوث قاتل للطبيعتين البرية والبحرية. تجمع شواطئ تونس سنويا من البلاستيك وحده 11 مليون طن من القمامة، بمعدل يضاهي إلقاء شاحنة بلاستيك في البحر كل دقيقة حسب دراسة.
تجمع هذه الشواطئ أيضا الزجاج الذي لا يتحلل أبدا وأعقاب السجائر التي يلوث العقب الواحد منها 400 لتر من الماء. بمثل هذه المبادرات يسعى المهتمون بالمناخ والبيئة إلى ترسيخ السلوك البيئي السليم لدى الناشئة. ويحاولوا اللي هما زاد يطبقوا اللي تعلموه اليوم، خاصة انه المخاطر اللي اليوم تهدد الحيوانات البحرية على سبيل المثال غدوة باش تهدد صحة الإنسان مباشرة. دونك يعرف هو المواطن اليوم انه البلاستيك هذاك ينجم يضر له صحته ويضر له صحة صغاره، باش يحاول انه ينقص الاستهلاك نتاعو. التغيرات المناخية مست أكثر من مجال في تونس، فالاحتباس الحراري وخمس سنوات متتالية من الجفاف وضعت البلاد تحت خط الفقر المائي. السدود مثلا بالكاد تحتوي على سدس معدلاتها الطبيعية. مشكل مائي يسجل حضوره أيضا في البحر، حيث تعاني عشرات المناطق من تصريف مياه المصانع والمجاري فيها بطريقة صادمة أدت إلى منع السباحة في 30 شاطئا تونسيا، بينما تعاني الغابات من الحرائق التي تتلف آلاف الهكتارات سنويا، وبانتظار اخضرارها مجددا يلوح خطر التصحر في الأفق. هي مشاكل عديدة متقاطعة يأمل المهتمون بها أن يكون لمؤتمر الأطراف للمناخ دور في حل جزء منها. بالنسبة للقمة العالمية للمناخ عندنا انتظارات كبيرة، يعني كشعوب متضررة بشكل مباشر من التغيرات المناخية. التغيرات المناخية هي متسبب فيها هي الدول الصناعية الكبرى وحتى الدول الصاعدة، ونحن دول معنا الجنوب، يعني لا حول ولا قوة لنا في معنا في هذه في هكذا متغيرات. يعني احنا كسكان تأثيرنا على الشأن المناخي بسيط وبسيط جدا، لذلك أتمنى من هذه القمة أن يتقع رصد التمويلات اللازمة لمشاريع التأقلم مع التغيرات المناخية. وللحد ما أمكن من تداعيات التغيرات المناخية، تعد وزارة البيئة مخططات دورية تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للانتقال البيئي، فضلا عن توجه البلاد للطاقة النظيفة في استراتيجية تهدف إلى إنتاج 3800 ميجاوات من الطاقة الشمسية في العام 2030، فيما يعرف هنا في تونس بالمخطط الشمسي التونسي. وإلى كوب 28 ستحمل تونس ملف تأثير التغيرات المناخية عليها لتطرح هناك أهم التحديات التي تواجهها، في مشاركة بدأ التنسيق لها بين وزارة البيئة التونسية وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس. لبرنامج عالم واحد، رمزي حفيظ، تونس. ومتابعة لمخاطر تغير المناخ في تونس، للوقوف أيضا على اتجاهات السياسات الحكومية في هذا الصدد وحول جهود التحول الطاقي، ينضم إلينا السيد عامر جريدي، الخبير البيئي والمستشار السابق لوزير البيئة. سيد عامر، بداية، ما هي تداعيات تغير المناخ على تونس؟ تونس بكل تأكيد من بين البلدان المتضررة جدا من تغيرات المناخ، خصوصا باعتبار كونها معناها عندها أكثر من 1300 كيلومتر من السواحل، وثم لأنها تقع في منطقة شبه جافة أو شبه صحراوية على مشارف الصحراء الإفريقية، وبالتالي ما عشناه خلال السنوات الأخيرة وخصوصا هذه السنة من حرائق غابات ومن جفاف أثر كل التأثير على الاقتصاد، على القطاع الفلاحي، على المستوى الاجتماعي، أثر على مستوى الغلاء المعيشة بالنسبة للمواطنين، فضلا عن معناها تدهور بعض المنظومات الطبيعية البيئية جراء شح الأمطار اللي يبدو أنه بلغ أوجه. في يعني نحن نعيش أزمة مائية لم تعشها تونس من قبل للأسف. نعم. طيب سيد عامر، ما هي أبرز الاستراتيجيات إذن التي تعتمدها تونس للحد من هذه التداعيات للتغير المناخي؟ والله في الحقيقة خلال السنتين الأخيرتين مع استقرار الأوضاع السياسية نسبيا في تونس، بدأ الملف، يعني رجع ملف البيئة على أجندة الدولة وعلى مستوى وزارة البيئة. هناك جهود، هناك نقطة اتصال
هي تنسيقية بالنسبة لموضوع التغير المناخ والتكيف مع المناخ تحت إشراف وزارة البيئة، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية سيما وزارة الفلاحة والموارد المائية ووزارة التجهيز والإسكان. ثم معناها متابعات، دراسات، تقارير أممية ترفع دوريا. هناك كذلك حتى عديد الندوات وعديد المشاريع الممولة من طرف وكالات التعاون ومن طرف البنك العالمي بخصوص الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة عموما وحماية الموارد الطبيعية، التي دائما أصبحت تقع هذه التظاهرات وهذه الدراسات في تحت ظل التغيرات المناخية وبهدف ضرورة التكيف مع تداعيات تغير المناخ. طبعا الطاقة المتجددة أستاذ عامر ركيزة مهمة جدا في الاستراتيجيات الدول، ما هي أهم المشاريع التي اعتمدتها تونس ومن أجل التحول الطاقي؟ في الحقيقة هناك خطة واستراتيجية تهم التحول الطاقي في تونس منذ سنوات، ولكن معناها بدأ تحيينها وبدأ الرجوع إليها والعمل على إنجاز هذه الاستراتيجية التي تتطلب تمويلات. طبعا هي مفقودة على مستوى ميزانية الدولة، ولكن هناك بعض المساعدات والهبات وبعض القروض كذلك من طرف الدول الشقيقة والصديقة ومن طرف وكالات التعاون ومن طرف البنوك العالمية والأوروبية. يعني توجه الدولة سائر في هذا الاتجاه، لكن لازلنا طبعا ننتظر تحقيق ذلك الانتقال من الطاقة الأحفورية على الأقل بنسبة 50% إلى الطاقات البديلة. هناك خطة أنه مع حلول سنة 2040 أو 2050 يكون الفارق هذا أو نسبة استعمال الطاقات المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية بالنسبة لتونس كون هذا هدف، لكن تحقيق هذا هدف بالطبع مرتبط بالإمكانيات ومرتبط بقوة التخطيط وقوة المخطط التنفيذي. نعم، وهذا ما يوصلنا للسؤال حول ما هو المأمول من وجهة نظرك أستاذ عامر من كوب 28؟ والله المأمول ما تأمله لست أقول المجموعة الدولية الممثلة في الحكومات والمجتمع المدني، بل معناها المأمول من شعوب العالم، من وسائل الإعلام، من المربين، أن الدول تفي خصوصا دول الشمال تفي بالتزاماتها، خصوصا لما نرى أن بعض بلدان الجنوب والبلدان الصاعدة ملتزمة أكثر من البلدان الأكثر تلوث مثل الولايات المتحدة والصين والهند. وأسوق في هذا المثال دولة الإمارات اللي وأنا شاهد على ذلك منذ سنة 2000 لما بدأت استراتيجية التربية البيئية ودعوني هناك لأعداد لتقديم تجربة تونس. فالحقيقة السياسة البيئية على مستوى دولة الإمارات اللي تشرف العرب والدول العربية باحتضان هذه القمة إن شاء الله يتم الضغط أقول من طرف بلدان الجنوب، البلدان الإفريقية، البلدان الشرق الأوسط والعالم العربي قاطبة نحو إلزام أو الضغط على هذه الدول الأكثر تلوث على التزام بتعهداتها، لأنه على تتالي القمم هناك التزامات، لكن على مستوى الواقع نرى أنه المناخ يتدهور، ينخرم أكثر فأكثر، وارتفاع درجات الحرارة آخذ في الارتفاع للأسف. ولم يقع حد معناه معقول لإفرازات ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة. صحيح، شكرا جزيلا لك أستاذ عامر جريدي الخبير البيئي والمستشار السابق لوزير البيئة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من تونس.
شركة نيوروتك في المملكة الأردنية الهاشمية فازت بجائزة زايد للاستدامة كأول شركة عربية تتأهل وتفوز بالجائزة المخصصة لحلول وتقنية تعزيز الاستدامة. فوز الشركة بالجائزة كان بدون شك حافزا لها على المزيد من التطوير والابتكار في مجال تدخلاتها. عن هذه المجالات، عن الجائزة حول الأفاق المستقبلية، ينضم إلينا من عمان السيد عمر أسعد، رئيس العمليات التنفيذي لشركة نيوروتك. سيد عمر، ما هي الحلول التي تقدمها شركة نيوروتك ولمن ينتفع بها؟ في البداية أهلا وسهلا بكم، معكم عمر أسعد، أنا الأوبريشن المانجر والرئيس العمليات التنفيذي بالشركة. نعم. شركة نيوروتك هي شركة أردنية تأسست سنة 2018. منركز بالشركة في حلولنا على حلول الطاقة وإيجاد حلول في مشاكل الطاقة اللي بتواجهها منطقتنا والأردن بشكل خصوصي، وخصوصا المجتمعات المستضيفة عندنا في الأردن من اللاجئين السوريين. نعم. والمجتمعات الأخرى. الشركة بتقدم حلول بتبدأ من موضوع نعمل إنيرجي أوديت وإنيرجي أسيسمنت للمناطق اللي بنشتغل فيها، بعدين ننتقل للمرحلة الثانية بنقدم بعض الإنيرجي أويرنس للمستفيدين بحيث أنه نزيد الوعي عندهم ونرفع أهمية استخدام الطاقة بصورة حكيمة بسبب شح مصادر الطاقة اللي موجودة في مناطقنا. بعدين ندخل بالأمور الانوفاتيف، الأمور الإبداعية اللي منقدمها في الشركة من إدارة للطاقة، إنيرجي مانجمنت سيستم، بحيث أنه نتحكم في الطاقة. بنعملها أول إشي لاير أولى في موضوع المراقبة للطاقة اللي موجودة في هاي المنشأة، بعدين منفوت على موضوع التحكم بالطاقة اللي موجودة في المنشأة، بعدين اللاير الثالثة أتمتت هذه الطاقة اللي موجودة في المنشأة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وبنختم دائما أيضا إذا بنعمل كومبليمنتري سوليوشن من خلال الأون جريد والأوف جريد سيستم اللي بنركبها في الشركة عندنا. وسيد عمر، ما هي مشاريعكم المستقبلية إذا في نيوروتك؟ يعني الحمد لله بعد ما أثبتنا نجاحتنا ونجعنا في الأردن، الآن إحنا بنحاول نتوسع بأفريقيا، تمام، بحيث إنه نحاول نغطي مجتمعات محتاجة لهاي الخدمات بصورة أكبر. مخيمات موجودة في أفريقيا في عدة مناطق في أفريقيا، عملنا عدة شراكات مع شركات موجودة هناك ومع منظمات إنسانية تشتغل في هذيك المناطق، وأيضا بنحاول نتوسع بصورة بحيث إنه يصير الشركة more sustainable، بحيث انه نشتغل مع القطاعات التجارية اكثر استدامة، نشتغل مع القطاعات التجارية والقطاعات الصناعية في بلادنا وفي المنطقة المحيطة فينا. واخر سؤال، ماذا يعني لكم ان تكونوا اول شركة اردنية وعربية تتأهل وتفوز بالجائزة المخصصة لحلول وتقنيات تعزيز الاستدامة بجائزة زايد للاستدامة؟ يعني في البداية هذا كان يعني أعطانا كثير من الفخر والسعادة. نعم. إنه نكون أول شركة عربية تتأهل وتفوز بهذه الجائزة وننافس على مستوى عالمي، ويعني هذا الكلام أيضا أعطانا دافعية إنه نتقدم بالشغل أكثر، نعمل أكثر، نخدم ناس بصورة أكبر، وإنه إحنا كعرب وكمجتمعات عربية قادرين إنه نقدم ونتطور ونغير من المجتمعات اللي حوالينا ونقدم حلول بتنافس العالم كله. نعم، وفقكم الله. سيد عمر أسعد، رئيس العمليات التنفيذي لشركة نيوروتك، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، كنت معنا من عمان. كالعادة نختم هذه الإطلالة من عالم واحد مع أحمد الشيخ، المتخصص في الدور السياسي للإعلام، وجديد ما اختاره لنا من اهتمامات الإعلام في مجالات المناخ. ابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد. كالعادة إذا نختم هذه الإطلالة من عالم واحد مع أحمد الشيخ، المتخصص في الدور السياسي للإعلام، وجديد ما اختاره لنا من اهتمامات الإعلام في مجالات المناخ. مرحبا بك معنا أحمد. أحمد، طبعا ما زالنا أسبوع قبل بداية كوب 28، هل تبدأ الإعلام التقليدي أو طبعا التواصل الاجتماعي بالاهتمام أكثر بمجالات المناخ والبيئة والتغير المناخي والقرارات الدولية؟
هو بالفعل دلوقتي يعني ملاحظ سواء على وسائل الإعلام التقليدية أو على وسائل التواصل الاجتماعي في تسارع لوتيرة الاهتمام بكوب 28. البعض بيحاول يبرئ ذمته، بيحاول يطلع كل التقارير، كل المشاكل اللي عنده بيحاول يعترف بيها قبل ما يدخل القمة. في البعض بيتعامل مع القمة كأنها ساعة الحساب، فهو عايز يتجنب هذه الانتقادات، ينتقد نفسه ويخلص نفسه قبل ما يتبهدل في القمة. البعض الاتجاه على السوشيال ميديا خصوصا الحسابات الرسمية للمؤسسات العاملة في مجال المناخ، ان هي بتحاول تحشد الجمهور وتركز الانتباه ناحية القمة. خلاص احنا باقي ايام وقمة كوب 28، ده مش مهرجان، مش مهرجان سينما، مش حملة علاقات عامة، ده حدث كبير جدا يحدد مستقبل البشرية، لان كل حاجة بيتم مناقشتها في كوب 28 وحتى المؤتمرات السابقة، دي حاجة تمس حياة الانسان. وهي دي الفجوة بقى اللي اساسا بيجي هنا دور الاعلام، اللي هو يوضح للناس ان دي مش قضية رفاهية، مش مجرد بطريق وحاجات احنا بنحطها في اخر نشرة الاخبار. لا، الوضع دلوقتي بدأ يختلف، ان عناوين المناخ بدأت تاخد طريقها نحو الصدارة ونحو الأهمية. ومن اللافت أيضا أن هناك بعض الدول تختار هذه الفترة بالتحديد وقبل الكوب مؤتمر الأطراف حتى تتحدث عن إنجازاتها أيضا. بالضبط، ده برضو مهم جدا، ده مهم جدا، دي فترة صدور التقارير. كل دولة بتطلع التقارير الدورية بتاعتها علشان توضح هي عملت إيه في مجال المناخ، علشان شو كيس بقى تعرض يعني الإنجازات بتاعتها. وده مهم جدا، الإنجازات دي مهم جدا ترويجها سواء في الداخل أو الخارج. ليه مهمة في الداخل؟ الدول مهتمة ببث الطمأنينة لدى الشعوب علشان تقول لهم إن إحنا مش متغافلين عن هذا الموضوع، وإن إحنا بنحاول نبذل كل الجهود علشان نخلي الحياة أفضل. وللخارج أيضا، علشان في دول بتعمل إنجازات فعلا فبتحاول تقدم هذا كنموذج للدول الأخرى، وعشان تحمي نفسها من المسؤولية بالضبط عن فكرة يعني مدى مكافحتها للتغير المناخي. اخترت لنا أحمد الصفحة الأولى لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، يعني منذ أيام فقط. لماذا هذه الصفحة سنراها الآن؟ هي الجارديان كانت متميزة في أن هي أفردت العنوان الرئيسي لهذا الموضوع، على عكس الصحف الكبرى الأخرى اللي كانت طبعا مركزة على القضايا السياسية سواء الداخلية أو الخارجية، بحكم أن العالم مشتعل طبعاً كالعادة يعني، والدول كلها كل دولة عندها أجندتها السياسية، فدايما الصفحات الأولى والعناوين الرئيسية دايما مخصصة للقضايا الرئيسية سواء داخليا أو خارجيا. ولكن الجارديان تميزت في أن هي تفرد العنوان الرئيسي لقضية المناخ، وده مش معتاد دايما، يعني مش بيتكرر كثيرا، ولكن هي كان عندها سبب وجيه جدا، ان كان في التقرير الصادر عن برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة اللي كان بيحذر من شيء خطير جدا، وهو فكرة عدم الحفاظ على يعني ايه نزول مستوى الزيادة في ارتفاع درجة حرارة الأرض. ودي قضية أساسية مطروحة دايما في مؤتمرات الكوب، وكان عندنا أمل بدأ مع كوب 26 هنا يعني قريبا يعني من هنا، كان في اسكتلندا. لما كان في وعد بالحفاظ على درجة ونص، وتم الحفاظ على هذا المؤتمر في شرم الشيخ كوب 27، والناس عندها أمل أن يتم الحفاظ برضو على هذا التعهد في كوب 28. ولكن يأتي هذا التقرير يدق نقوص الخطر ويقول لا، إحنا مش قريبين من درجة ونص، إحنا متجهين إلى 3 درجات، وده كان خطير. وعشان كده الجارديان استخدمت في التغطية الصحفية بتاعتها إن ده هيلش ديجري، درجة قادمة من الجحيم. الجارديان أيضا وفي هذا العدد بالتحديد خصصت، إضافة إلى الصفحة الأولى، خصصت صفحتين متجاورتين لقضية التغير المناخي. على ماذا ركزت في هاتين الصفحتين؟ برضو دي كانت نقطة مهمة من الجارديان، أنها تفتح صفحتين متقابلتين بمساحة كبيرة جدا لقضية المناخ. وطبعا زي ما احنا عارفين أن الناس دلوقتي متجهة إلى ديجيتال، فطبعا في تغطية مكثفة في ديجيتال على الجارديان، عاملة ملفات كبيرة جدا عن مسألة الكربون والمناخ. هي ركزت في الصفحتين دول على نقطة مهمة جدا، هي بتقول أن احنا دايما بنتعامل مع الدول كأنها كتلة واحدة، وبنقول ان دي دوله غنيه او دوله صناعيه فعندها الكثير من الانبعاثات، ودي دوله ناميه او فقيره او صحراويه او زراعيه ما عندهاش الكثير من الانبعاثات. ولكن ده مش الخلل، مش بس بين الدول، الخلل قد يكون في الدولة نفسها ما بين الأغنياء والفقراء. الأغنياء اللي هو البيت اللي عنده 3 عربيات مثلا، والبيت اللي ما فيش عنده ولا عربية، ف
فهي بتقول ان احنا ما ينفعش نتعامل مع الدول كانها كتله واحده فنساوي بين سكان دوله واحده، رغم ان في واحد منهم مثلا بيروح الشغل بالعجله، واحد منهم عنده 3 عربيات في بيته، وبالتالي ففي فجوه ما بين اصحاب الثراء الفاحش واصحاب الثراء والطبقه المتوسطه ثم درجات الفقر حتى الفقر المدقع. فعلشان كده هي بتقول لازم ناخد كل هذه الدرجات حساباتنا واحنا بنخطط لمكافحه التغير المناخي. يقول التقرير انه ان من يعدون الاكثر ثراء ينتجون انبعاثات تعادل 40 ضعف ما ينتجه الاكثر فقرا ونسبتهم 10%. طبعا هذه تفرقه مهمه جدا لتحديد المسؤوليات، ومن بعدها طبعا محاوله ايجاد الحلول بالنسبه لهذه الدول ومن سيدفع اكثر طبعا لترتيب الاثار. احمد، في بريطانيا أعرف أن الآن الطقس بارد جدا، ولكن هل هناك فيضانات أو هناك تحذير من فيضانات؟ احنا كان عندنا فيضانات على مدار الشهرين الماضيين، لان الفيضانات بتحصل. بريطانيا طبعا معروفه بالامطار الغزيره دائما يعني، واذا زادت الامطار عن حدها وما كانش في استعدادات كافيه فكده تحولت الامطار الى فيضانات، لان الامطار اساسا غزيره يعني. وبالتالي فكان عندنا اكثر من سيناريو، وحتى عرضنا اكثر من تجربه في البرنامج لما كانت الفيضانات بتداهم المنازل. وخلال الفيضانات او خلال آخر الحوادث في الشهر الماضي، الدولة حاولت تأمين 100,000 عقار، ولكن نجحت إلى حد كبير، ولكن غرق حوالي 2,000 عقار في أحدث واقعة الشهر الماضي. دلوقتي علشان كده بريطانيا بتعمل كل أسبوع حاجة اسمها أسبوع مكافحة الفيضانات، وده في الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر من كل عام. هي استبقت بقى الأسبوع، أو يعني بدأت يعني دشنت أسبوع مكافحة الفيضانات هذا العام بإصدار بيان مهم وجهته الحكومة، وطبعا نقلا عن وكالة البيئة في بريطانيا، قالت إن في حوالي 5 مليون منزل أو متجر هيكونوا عرضة للفيضانات هذا العام، وإن خطر الفيضانات طبعا وإن خطر الفيضانات بيتزايد مع التغير المناخي. وعلشان كده هي قالت إن احنا بنعمل استعدادات، ولكن أيضا المواطنين لازم ياخدوا بالهم يعملوا طبعاً استعدادات. وهنا تيجي أهمية التنبؤ وأهمية الدراسات وأهمية نشر المعلومات لمكافحة آثار التغير المناخي. أحمد، بيتك إن شاء الله ما يكونش على خط هذه مخاطر الفيضانات. لا، احنا الحمد لله في مكان نجاف لحد دلوقتي، ولكن مع التغير المناخي ربنا يستر. الله يستر. بدأ على الأقل من خلال تحضير البرنامج أنت تعرف ما هي التحضيرات للحماية والوقاية من الفيضانات، لا قدر الله إذا مرت بجنكم عاصفة أو أي شيء. تقرير مهم. أكياس الرمل بقى هجهز أكياس الرمل. هي يا الله يحميكم إن شاء الله يا أحمد. تقرير نشره موقع Inside Climate News سيكون أظن مثير للجدل، ولكنه أيضا مفيد جدا هذا التقرير. كيف أن الطاقة المتجددة نعم تفيد المناخ، ولكنها قد تضر بالبيئة. كيف يمكن أن نفهم هذه الجدلية من خلال هذا التقرير؟ هو دي في واقعة بتحصل حاليا في ولاية مينيسوتا الأمريكية، إن في ناس بقالهم 250 سنة بيزرعوا رز، دول من السكان الأصليين للولايات المتحدة، فدول طول حياتهم قبائل عايشة في هذه المنطقة بيزرعوا رز، وهم ولجأوا إلى هذه المنطقة، عاشوا فيها، استعمروها، خلاص بقت مكانهم. ولكن بقى يعني لسوء حظهم إن تم اكتشاف إن في معادن في هذه الأرض، في نيكل ونحاس، وهذه المعادن مطلوبة لإنتاج البطاريات اللي هي أساس السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. فشركات التعدين أو التنقيب عايزة تاخد هذه المناطق علشان تعمل فيها مناجم كبيرة تنقب فيها، تطلع هذه المعادن وبالتالي تستخدمها للطاقة المتجددة. الحكومة الأمريكية طبعا مؤيدة لهذا الكلام، لأن احنا كنا لسه بنتكلم عن التزامات الحكومات في خفض الانبعاثات واستخدام الطاقة المتجددة بدلا من الوقود الأحفوري. فالولايات المتحدة بتقول خلاص ما حدش يلومني، أنا لقيت هذه المعادن وخلاص لقينا المناجم نقدر نشتغل في هذا الموضوع. ولكن المشكلة إن التنقيب في هذا الموضوع
سيخفي بقى مزارع الأرز اللي شغال عليها هذه القبائل منذ 250 عاما. هتغير حياتهم، لأن الناس دي هي شغالة كده، دول سكان أصليين يعني عايشين في شكل القبائل والمزارعين، حياة مختلفة، فهم دي حياتهم ودي ثقافتهم وده المجتمع بتاعهم. ولكن تيجي شركة التنقيب علشان تنقذ جزءا من الكوكب فتضر جزءا آخر، هنا بقى هتيجي فكرة التوازن، إن إزاي نقدر يعني نحمي المناخ ونكافح التغير المناخي ولكن أيضا نحافظ على البيئة. هنا الاختبار الذي يواجه الحكومة الأمريكية، يعني إما يختاروا المناجم المعادن أو الحفاظ على السكان الأصليين وحقول الأرز، هي مورد رزقهم في نهاية الأمر. خيار صعب. يمكن أن نرى ربما تظاهرات في مينيسوتا ومظاهرات تخرج مع طبعا جمعيات البيئية التي تدافع عن حقوقهم، ربما نراها مستقبلا في الأخبار. أحمد، سأقرأ العنوان الذي أرسلته وأنت ستوضح لي كيف التغير المناخي يهدد ليلة العمر. وطبعا ليلة العمر بالنسبة لنا في العالم العربي هو يوم الفرح، يوم العرس، أليس كذلك؟ بالضبط بالضبط. الواحد هنا في الغرب وحتى في الدول العربية كمان علشان يجهز لفرحه بياخد وقت كبير جدا، وده الأدراتي بقى فيه عندنا حتى في الدول العربية، عندنا الويدنج بلانر، الراجل المخطط بقى، الشخص اللي بيخطط الفرح. هنا في بريطانيا مثلا علشان الواحد يحجز القاعة بتاعته ممكن يحجزها قبلها بسنة، لأن القاعات مش كتير وممكن الواحد يكون عنده قاعة معينة في باله عايز يحجزها طبعاً. ممكن تكون هذه القاعة خارجية في الهواء الطلق. ولكن المشكلة بقى أن مع التغير المناخي بدأت تبقى فكرة التنبؤ بالطقس صعبة شوية. فأنا ممكن أتخيل مثلا أن أنا عندي مثلا في شهر 7 ده هيبقى الجو حلو مثلا يعني، ولكن يفاجئني شهر 7 بفيضان. نعم. يفاجئني بفيضان، أيوة الجو حر ولكن فيضان، أو أيوة الجو صيف ولكن حرارة بشعة ممكن توصل إلى 40، وصلت إلى 40 هنا في لندن، وده يعني حاجة فوق الخيال. وبالتالي فبدأت الناس تخاف، فتعمل إيه؟ فتروح لشركات التأمين تأمن على يوم الفرح، يأمن على الفرح بتاعه. ليه؟ لأنه خايف، هو هيجيب أهله، ممكن يجوا مسافرين من أماكن كتير، ده ليلة العمر زي ما احنا قلنا هو مستنيها بقاله سنين، عمال بيخطط، فهو خايف إن الطقس يفسد له يوم الفرح. ولكن ده بيحصل فعلاً. فاللي بيحصل دلوقتي ان في ناس بعد ما بتعمل كل هذه الاستعدادات بتيجي الطقس بيتغير فبيفسد له الفرح، او بيكون هو عامل تأمين فبيلجأ الى شركة التأمين، فبيبدأ بقى حياته الزوجية المفروض تكون حياة يعني مليئة بالود والهدوء، فتبدأ بمعركة مع شركة مع التأمين. ورب طيب يا أحمد، هناك هذه الموضة الآن أنه تحضر للفرح وتحجز كل ما يجب حجزه من القاعة ومن الأكل من الطعام من الناس من كل، وطبعا والفرقة الموسيقية لغير، وأيضا يتم تأمين الفرح بالضبط. ما هو هيعمل ايه لو كل الحاجات دي باظت؟ او مثلا لو هو مثلا عامل موضوع التامين، دي مهمه، فكره حلوه، بيزنس كويس. ممكن كمان هو على فكره التامين مش بس علشان المناخ، هو ممكن التامين علشان لو هو حصل له ظرف طارئ، حد مات مثلا لا قدر الله، فهو ده ظرف طارئ، او مثلا الفرقه الموسيقيه حصل لها ظرف طارئ، او القاعه نفسها حصل لها حاجه، فهو بيحاول يامن نفسه، لان زي ما احنا عارفين ان الفرح ده بيكون استثمار، هو بيكون بقاله سنين عمال بيحلم، وبيكونوا الطرفين اساسا هم بداوا حياتهم مع بعض ولكن لم تتحول الى زواج بانتظار هذه اللحظه، فعلشان كده هي لحظه مهمه جدا، حطوا فيها فلوس كتير جدا، هم خايفين بقى، وبيجي التغير المناخي علشان يزود هذه المخاطر ويزود احتمالات المشاكل مع شركات التامين. يا الهي، التامين على الفرح بصراحه اول مره نسمع بها. شكرا جزيلا لك احمد. الاسبوع القادم باذن الله ساكون من موقع كاب في اكسبو في دبي، وستكون معنا طبعا لنسلط الضوء على أبرز ما يخرج في الإعلام والإعلام الجديد حول كوب 28. شكرا جزيلا لك أحمد الشيخ، المتخصص في الدور السياسي للإعلام، وكل ما اخترته لنا في هذه الفقرة. شكرا شكرا جزيلا لكم أيضا متابعينا على متابعة هذه الحلقة. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم. تصبحون على خير.